اتفاقيه غير مسبوقه في الحياه العلميه لبلادنا تهديف الى شراكه في الاخص كتباع العمومي وتهديف الى تنظيم بعض الاسلاك التكوين المهني التي نوفرها في قطاع الكهرباء. وهذا الاسلاك يعني تنظيم الاسلاك يهدف الى يعني استجابه لارتفاع الطلب التكوين المهني اللي ترتفع بكثير من ناحيه ديال الفراش والجلد في اطار مسانده تفعيل البرامج السياسيه القطاعيه الحكوميه في ميدان ديال الصناعه والتصنيع. وحنا يعني اتفاقيه هي متميزه ذات جوده غير مسبوقه سريريه يعني نهدف الى توفير يعني نفس الشروط تنضمنوا نفس شروط الجوده لجميع الاسلاك التي نوفرها في الاسكار. الدبلوم اللي غادي نوفروا في المطاف هو الدبلوم يعني ديال الاسكار غادي نضمنوا مع الاساتذه الجامعيين ديال الاسكار غادي نضمنوا نفس المصادر ديال الجوده من البداية إلى نهاية نحن متفائلين لأننا نعتبر بأن هذه المبادرة هي قمة تتميز نوع من الثقة تتواكب يعني جميع يعني الأوراش اللي تبرها مركز الجلالة والحكومة الحالية وشكرا. هذه أول اتفاقية اللي كتسنيها المعهد العالي للتجارة وتدبير المقاولات مع شركة رائدة في الصناعة ومع جامعة ديال هذه الشركة. الاتفاقية بين القطاع الخاص والقطاع العام من أجل تطوير الكفاءات في جهة مراكش أسفي، كفاءات اللي غتكون بطريقة وبمعايير جودة ديال ليسكر اللي معروفة وطنيا وقاريا، يوم افتتاح ديال جيل جديد ديال التكوين في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية تنزيل التعليمات لتقوية الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، لتقوية الشراكة بين المنظومة التكوينية الوطنية والمنظومة الصناعية من أجل تطوير القدرات والكفاءات ديال الشباب ديالنا وديال المسيرين ديالنا، مسيرين من الجيل الجديد اللي غيحترموا معايير الجودة اللي غيكون عندهم كفاءات ذات طابع تقني وتدبيري عالمي.